800 درهم 280 اورو البنات ريزينغ عمر من الداخل انتم البنات 2800 درهم 280 اورو 56000 ريال ما شاء الله اللي بغاتو دير له سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 ومرحبا بالجميع و100 الف الف مرحبا اللهم يسر ولا تعسر كاين هذا البنات توتافي سامبل هذا راه كنا ندير البراسلي ديالو وجبنا له حتى الخاتم وعندنا حتى الحلقات ديالو يعني اللي بغات تاخذ الحلقات والخاتم مرحبا دير اونصومبل خاتم ما شاء الله كارتي فيه ثلاثه الالوان البيض والصفر والاحمر توتافي سامبل البنات ما شاء الله كيجي غزال شكرا لنزهه الله يكبر بك خاتم ما شاء الله فيه 2 سنتيمتر في القياس ديالو هذا بالنسبه للقياس ديالو فيه 2 سنتيمتر كيجي على هذا الشكل البنات كيجي ما شاء الله نوريكم حتى الحلقات ديالو اللي بغات دير اونصومبل ها هما الحلقات ديالو حتى هما ما شاء الله كيجيو فنين ها هما اللي بغات ديرهم بجوج مرحبا و100 الف الف مرحبا كيجيو ما شاء الله تبارك الرحمن زوينين البنات فيهم السداده ديال الطراقيه على هذا الشكل فوالا فيهم السداده زوينه وصحيحه يا بنات على هذا الشكل بالنسبه للثمن ديال الحلقات 2750 درهم 2750 درهم اللي هي 275 الاورو 275 اورو البنات الحلقات 275 اورو وبالنسبه للخاتم الثمن ديالو 220 اورو 44000 ريال 2200 درهم الخاتم 2200 درهم والحلقات 2750 درهم دونك اللي بغاتهم بجوج مرحبا اللي بغات ارتيكل واحد مرحبا ما عندناش مشكل 275 اورو و 220 اورو 44000 ريال و 55000 ريال دونك اللي بغاتهم البنات دير لهم سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 ومرحبا و 100000 مرحبا كاين ديال الكلاش البنات الكلاش غني على التعريف غير هذا غليظ البنات هذا غريض ما شاء الله كلاش ولا اروع شوفوا الغلط ديالو كي داير البنات كيجي ما شاء الله تبارك الرحمن هذا عريض يعني اللي كتبغي الكلاش باين في اليد كيجي ما شاء الله تبارك الرحمن بالنسبه للقياس ديالو هذا يا بنات فيه 1.8 1.8 سنتيمتر يعني انا هو جايني هنا نيشان 1.8 ديال السنتيمتر كيجي على هذا الشكل البنات ما شاء الله كيجي غزال في اللبسه بالنسبه للثمن ديالو 2700 درهم اللي هي 260 جي اورو 2700 درهم اللي هي 54000 ريال 270 ديال الاورو البنات ريزينغ عامر من الداخل فوالا 2700 درهم هذا البنات 54000 ريال 275 اورو دونك اللي بغاتو دير له سكرين تواصل معايا سير واتساب مرحبا و100 الف الف مرحبا كاين هذا ديال المارياج سامبل هذا البنات شوفوا كي داير عريض فيه دور عريض وفيه دور فيه حجيره كاريه على هذا الشكل هادو سو سون دي نوفو موديل موديل جديد ما شاء الله تبارك الرحمن البنات كيجي في اللبسه اللي عزيز عليها الخاتم ديال المارياج سامبل هذا ممكن تكتبوا فيه حتى السميه اللي بغات تكتب السميه ديالها وديال راجلها ممكن اما من الداخل اما من برا تكتبوه فين ما بغيتو كيجي ولا اروع البنات خاتم ما شاء الله تبارك الرحمن بالنسبه للثمن ديالو هذا البنات 4400 درهم 4400 درهم اللي هي 440 اورو 4400 درهم 440 ديال الاورو اللي هي 88000 ريال اللي بغاتو دير له سكرين تواصل معايا سير واتساب مرحبا و100 الف مرحبا لا اختي شي حاجه في المستعمل دابا في سرت لهم ميزات ما عنديش دابا اختي حاليا حاليا ما عنديش مرحبا تواصلي معايا سير واتساب الا دخلت شي حاجه نخليها اختي مرحبا كاين واحد السلسله ديال السبوله البنات ما شاء الله بواحد التعليقه ديال تيفاني ولا اروع السلسله ديال السبوله ما شاء الله غزاله على هذا الشكل بواحد التعليقه ديال تيفاني ريزين عامره من الداخل ها هي ما شاء الله كتجي خطيره البنات خطيره في اللبسه زوينه سلسله السبوله غنيه على التعريف 750 هادو السلسله تركيه الصنع شي حاجه غزاله يا البنات ما شاء الله كتجي فنه في اللبسه بالنسبه للثمن ديالها 4100 درهم 4100 درهم اللي هي 400 جي اورو 410 ديال الاورو اللي هي 82000 ريال هذه 82000 ريال البنات كتجي زوينه في اللبسه على هذا الشكل شوفوا التيفاني اللي فيها غزالين وغلاضين وعراضين شي حاجه زوينه 4100 درهم اللي هي 400 جي اورو
82000 ريال. اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066-67-95-91. مرحبا. اللي بغات سلسله خاويه هذه زوينه كنقترح لكم هذه زوينه كاريه كتجي ما شاء الله. وفاء شكرا لاله وفاء كتجي ما شاء الله على هذا الشكل البنات كتجي سلسله رائعه. شوفوا الشكل ديالها كي داير الشكل ديالها ما مطليش ماشي داك الشكل اللي مطليين شي حاجه غزاله. خديجه اختي تركيا عندهم 18 ولا 24 ما كاينش في العالم ما كاينش 24 نهائيا 24 كيكون سبائك اختي. تركيا عندهم 49 و 14 و 18 و 21 اما 24 ما كاينش. دونك البنات قلت لكم كاين هاد السنيسله ما شاء الله تبارك الرحمن 1800 درهم. هذه سنيسله 1800 درهم. شوفوا الموديل ديالها كي داير شي حاجه غزاله البنات ما شاء الله. 1800 درهم 36000 ريال 180 اورو 180 اورو البنات. اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066-67-95. مرحبا. ما كاينش اختي لا في ايطاليا ولا فين ما بغيتي. ما كاينش اختي الذهب مصنع 24 كار كيكون سابقه اما مصنع ما كاينش اختي. كاين هذا البراسلي ديال ميسيكا يا بنات. شوفوا على البراسلي ديال ميسيكا ما شاء الله ولا اروع توتافي سامبل البنات وعريض غزال ما شاء الله تبارك الرحمن. راه فيه في العرض هذا تقريبا 0.8 في العرض ديالو هاي كنظن تكون بين لكم 0.8 بالنسبه للقياس ديالو 6 ديال السنتيمتر. هذا القياس ديالو 6 ديال السلسله سميتها كوريانا لا اختي رابعه ماشي هذه كوريانا هذه ماشي كوريانا كوريانا في شكل كتشبه الكوريانا. دونك البنات كاين هذا البغاص اللي قلت لكم ديال ميسيكا ما شاء الله تبارك الرحمن فيه في العرض ديالو هنا 0.8 وفي القياس فيه 6 سنتيمتر سداده فيه انتيغري فوالا البنات على هذا الشكل يعني السداده ديالو منه فيه بحال شي حاجه رائعه. مازال انتم البنات شي حاجه ولا اروع البنات ميسيكا خطير غزال 10850 درهم اللي هي 1,017,000 ريال 1,017,000 ريال البنات. هذه هذا البغاصلي هذا رائع ما شاء الله 1,017,000 ريال 10,850 درهم اللي هي 1,085 ديال الاورو البنات. براسلي ما شاء الله 1,085 ديال الاورو 1,017,000 ريال. اللي بغاتو دير له سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066-67-95-91 ومرحبا بالجميع ومئة ألف مرحبا. اختي بالنسبة للطول ديال داك السنيسلة فيها 42 سنتيمتر اختي فاطمة 42 سنتيمتر. البنات جبت لكم واحد البغاسلي ديال رولكس ما شاء الله تبارك الرحمن الرولكس وما أدراك ما الرولكس شي حاجة ما شاء الله. الرولكس البنات غزال بغاسلي ديال رولكس ما شاء الله بالنسبة للقياس ديالو فيه 5.9 تال 6 يعني كتلبس 5.9 مرحبا. بالنسبة للعرض ديالو فيه سنتيمتر فوالا العرض ديالو فيه سنتيمتر اللي كتبغي البراسلي عريض فيه سنتيمتر البنات. بالنسبة للقياس فيه 6 سنتيمتر ريزين عامر من الداخل البنات هانتوما كتشوفوا الخدمة ديالو كي داير ما شاء الله تبارك الرحمن. 12200 درهم 12200 درهم 12200 درهم 1220 ديال الاورو 1220 ديال الاورو هذا البنات اللي هي 1,044,000 ريال 12200 درهم 1220 ديال الاورو البنات هو 1,044,000 ريال. اللي بغاتو دير له سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066-67-95 ومرحبا بالجميع و100000 مرحبا. البنات كاين هذا ديال تيفاني سهام اهلا لالا سهام وفين غبورك كبرتي علينا كلشي مزيان صحتك مزيانه بخير. كاين هذا ديال تيفاني ما شاء الله تبارك الرحمن البنات تيفاني ونا سامبل يعني تيفاني من الفوق نص تيفاني ونص سامبل ريزين عامر ما شاء الله. هو البنات ريزين شي حاجة غزالة ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبة للقياس ديالو هذا فيه
فاصلة 8 5 ديال السنتيمتر فاصلة 8 البنات شوفوا على براس لي ما شاء الله تبارك الرحمن الصح والعمل والثقل 7400 درهم هذا 7400 درهم اللي هي 740 ديال الاورو 740 البنات اللي بغاتو دير له سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 ومرحبا بالجميع و100 الف مرحبا نوار رضا ما شاء الله الله يبارك الله يكبر بك لاله خديجه شكرا بزاف حفظك الله وراك البنات جبت لكم واحد البراسلي نوفو موديل شي حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن شوفوا على براسلي خطير الله يسلمك بك رشيد حتى انا كونجي ايوا بالصحه والراحه لاله خذي راحتك لاله سهام الله يحفظك براسلي ولا اروع البنات بحال ديال الكلاش هو ماشي كلاش المهم اخترعوا فيه هذا الموديل هذا غير هو فيه القياس صغير يعني اللي كتلبس يديها صغيرين هذا فيه غير 5 سنتيمتر هذا فيه 5 حتى 5.1 يعني اللي يديها صغيره ما شاء الله غيجيها براسلي خطير وزوين وشي حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن ريزين عامر من الداخل انتم البنات كتشوفوا كي داير بالنسبه للثمن ديالو 6500 درهم هذا 6500 درهم اللي هي 650 الاورو 650 اورو 130 الف ريال 130 الف ريال هذا البنات 6500 درهم 650 ديال الاورو اللي بغاتو مرحبا و100 الف مرحبا البنات بارطاجيو معنا اللايف الله يكبر بكم فضلا وليس امرا الله يحفظكم جبت لكم واحد الكورميطا البنات ما شاء الله تبارك الرحمن ديال السبوله شوفوا كي دايره كريميطا ديال اليد ما شاء الله شوفوا موديل ما شاء الله جيت روت الراميه الحسنية عليكم السلام مرحبا جيتي مع الضخامه ومع العظامه شوفوا البنات واحد الكورميط ما شاء الله تبارك الرحمن غزاله عامره من الداخل هي البنات هي مضوبله شي حاجه ما شاء الله كتجي غزاله في اللبسه البنات شوفوا على موديل كي داير فيها الزياده والنقصان شي حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن لا فيرميتور ديالها زوينه وصحيحه هي البنات كبيبره بالنسبه للثمن ديالها هذه البنات 12500 درهم هذه الثمن ديالها 12500 درهم اللي هي 1250 ديال الاورو اللي هي مليون و50 الف ريال 1250 اورو 1250 ديال الاورو مليون و50 الف ريال البنات كتجي ما شاء الله تبارك الرحمن اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 مرحبا كتلوى بحال الفنشه البنات ما شاء الله غزاله خطيره خصكم تشوفوها بالصراحه ملبوسه خصكم تشوفوها ملبوسه باش تشوفوا يعني الزواقه ديالها وتشوفوا كي كتجي في اليد كتجي خطيره هي البنات 12500 درهم 1250 ديال الاورو اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب مرحبا و100 الف مرحبا اختي ماري دابا 650 درهم للغرام اختي 650 درهم للغرام بحال مولاها الله يكبر بك اختي راميه شكرا الله يحفظك 650 درهم للغرام دابا اختي 13000 ريال كاين هاد لا غورميت توتا في سامبل غليظه في الوسط وغدا وكترقاق ها نتوما البنات توتا في سامبل ما فيها لا حجر لا والو كريميطه ما شاء الله تبارك الرحمن بالنسبه للثمن ديالها 6500 درهم شوفوا البنات عريضه وغليظه وما شاء الله والثمن ديالها جد مناسب 6500 درهم اللي هي 650 ديال الاورو اللي هي 130 الف ريال 130 الف ريال 6500 درهم 650 ديال الاورو 130 الف ريال كنقول اختي ميري بالدرهم وبالاورو وبالريال باش بغيتي نقولوا لك كاين هاد لا غورميطا البنات هادي غادكو ما شاء الله ديال الارميس شوفوا البنات غادكو اسكا 750 شي حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن شوفوا البنات رادكو خطيره وما شاء الله شوفوا كي داير رادكو ارميس ما شاء الله تبارك الرحمن هادشي كيتباع بلا غرام اختي ربيعه يعني 65 اورو للغرام اختي ميري الا كتسولي على الغرام 65 اورو للغرام كاينه ديال البنات ما شاء الله تبارك الرحمن ديال ايرميس فيها 4 في 1 انتما 4 في 1 هذه مسيرتي بالحجر بيان سيرتي بالحجر البنات رادكو ديال الضخامه ديال العظمه
الفيغموار ديالو على هاد الشكل البنات. بالنسبه للثمن ديال هذا البنات 19200 درهم، هذا 19200 درهم، 19200 درهم اللي هي 1920 ديال الاورو، 1920 اورو البنات، 1920 ديال الاورو. راتكو ارميس ما شاء الله تبارك الرحمن، الصح والثقل. غير بالنسبه للطول راتكو راكم عارفين ما كيكونش طويل، هذا واخا فيها جوست شي 40 سنتيمتر كو جو كخوا، داكشي اللي فيها شي 40 سنتيمتر، يعني كتجي اوتوغ دوكو كتجي على هاد الشكل ما شاء الله تبارك الرحمن. زوينه البنات اللي بغاتها مرحبا دير لها سكرين توصل مع ياسر واتساب، مرحبا و100 الف مرحبا. رامي الحسني هذيك السي دي اللي شافها صراحه ذهبك لا يعلى عليه، بصحتك وراحتك اختي رامي، جاتك انت فنه اللهم يسر. ام جنات اللهم بارك تيحمق، الله يكبر بك ام جنات، الله يحفظك الله يخطيك. كاينه هاد السلسله ديال الشوبار غافينيتي البنات، السلسله ديال الشوبار غافينيتي ما شاء الله، شوفوا كي دايره الصح والثقل والمتانه، شي حاجه خطيره البنات ما شاء الله. 2650 درهم، 265 ديال الاورو، 265 اورو البنات، 265 اورو. نعطيكم الطول ديالها، بالنسبه للطول ديالها هذه البنات فيها 48 سنتيمتر، هذه فيها البنات 48 سنتيمتر، غافينيتي سلسلة شوبار غافينيتي 2650.